تحدي اليوم أصعب، لازم أعمل طبق بيتقدم بالمطاعم بس هالمرة بميزانية ووقت محدد. 30 درهم، طيب شو رح أسوي؟ معقول انجح بعمل طبق مندي بأقل من 30 درهم و25 دقيقة بس؟ رح روح بسرعة على سوبر ماركت وشوف شو رح يصير معي. قائمة المكونات كبيرة كتير، لا عم امزح. مثل ما شايفين لوازم المندي من ماجي مغطية كل المكونات. بالعبوة عنا رز بسمتي وخلطة خضار وبهارات اللازمة لهذا الطبق، يعني ما علينا نضيف شيء غير الدجاج. لوازم المندي ب 14 درهم وكمان جبت دجاج بباقي المصاري. بصراحة ماجي سهلت علي العملية كتير، يعني ما في داعي افوت على الانترنت وشوف كيف تتحضر الأكلة. هن اختصروا الطبخة بثلاث خطوات بس. أول خطوة تقلى 450 جرام من أفخاذ الدجاج في ملعقة طعام من الزيت النباتي لمدة 5 دقائق. الخطوة الثانية يضاف الأرز وخلطة البهارات مع 750 ملي من الماء ثم يحرك المزيج، يعني أسهل من هيك ما في. مثل ما شايفين هون عنا الأرز وهون عنا خلطة المندي، وهلأ رح أضيف خلطة المندي على الدجاج وحركهم مع بعض، وهلأ صار فينا نضيف الأرز والمي. لكل اللي بيحب الأكل الصحي رح يحب هاي الوصفة أكيد، لأنه لوازم المندي من ماجي قليلة الدسم ومصدر للبروتين والألياف. كل البهارات والخضرة المستخدمة طبيعية. ثالث خطوة يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. وصلت للحظة المنتظرة، هلأ رح أفتح وشوف. الريحة رهيبة وصارت الأكلة جاهزة وصار فيني أسكبها. وهلأ صار وقت التزيين، رح أضيف لمساتي البسيطة جداً. وهيك بيكون خلصت طبق المندي مثل المطاعم بأقل من 25 دقيقة وأوفر وصحي أكثر. وهلأ صار لازم ذوق طبعاً لأني كتير جوعانة والريحة جوعتني أكثر. رهيبة رهيبة رهيبة، مية مية. أنا رح أكمل أكلي هلأ لأني بحبها مع اللبن، وصحتين وهنا على قلبكم.